مدارس دار المعارف الخاصة، أهلا بكم في مادة الرياضيات للصف الأول الإعدادي. إن شاء الله النهاردة هنستكمل دروس الهندسة وهناخد درس جديد اسمه التحويلات الهندسية. أول حاجة، التحويلات الهندسية دي إحنا خدناها قبل كده ومرت علينا في سنة 5 ابتدائي وسنة 6 ابتدائي. طيب يا مستر، إيه هي التحويلات الهندسية ويعني إيه تحويلة هندسية؟ تعالوا نشوف. التحويلة الهندسية هي تحول كل نقطة نون مثلا في المستوى إلى نقطة نون شرطة في المستوى نفسه. يعني مثلا عندي نقطة نون هتبقى نون شرطة، ألف هتبقى ألف شرطة، ب هتبقى ب شرطة، وهكذا بس على حسب. طيب إيه أنواع التحويلات الهندسية؟ أنا عندي أنواع التحويلات الهندسية ثلاث حاجات: انعكاس، يعني زي المرآة كده بيبقى نفس الشكل بس بينعكس في صورة تانية أو في مكان تاني، وانتقال يعني شكل وبينتقل مسافة معينة، ودوران إن الشكل يدور حول نفسه أو حول نقطة الأصل. يبقى أنا عندي ثلاث أنواع من التحويلات الهندسية: انعكاس وانتقال ودوران. إن شاء الله هندرسهم الثلاث دروس بالتفصيل، وهنبدأ بأول درس معانا اللي هو الانعكاس. أولا الانعكاس. طيب أنا عندي ثلاث أنواع من الانعكاس: عندي الانعكاس في محور السينات، والانعكاس في محور الصادات، والانعكاس في نقطة الأصل. طبعا بيقول لي إن إحنا لو عندنا زوج مرتب سين وصاد، طبعا إحنا عارفين إن السين والصاد ده عبارة عن زوج مرتب، سين هو مسقط السينات وصاد هو مسقط الصادات. طيب لما اجي اجيب النقطه س و ص دي بالانعكاس في محور السينات، طبعا ا هتبقى ا شرطه زي ما اتفقنا، النقطه ا تبقى ا شرطه. طيب س و ص دول هنعمل فيهم ايه؟ هنثبت السينات، يعني المسقط السين يفضل زي ما هو، والمسقط الصادي هغير اشارته بس، يعني لو كان 3 هيبقى سالب 3، ولو كان سالب 4 هيبقى 4. طب واحد يقول لي يا مستر طب لو كان 0؟ برافو عليكم، هيبقى 0 زي ما هو، لان 0 لا سالب ولا موجب. طيب يبقى هنعمل ايه؟ نثبت السين ونغير الصاد، يبقى السين تنزل زي ما هي ونغير المسقط الصادي. ده بالنسبة للانعكاس في محور السينات. طب لو انا النوع الثاني الانعكاس في محور الصادات، يا مستر يعني ايه انعكاس في محور الصادات؟ نفس اللي عملناه، لو انا عندي ألف سين وصاد، بالانعكاس في محور الصادات هتبقى ألف شرطة سالب سين وصاد. انعكاس في محور الصادات هثبت صاد واغير سين، يبقى الاسم بتاعه هو اللي بثبته، يعني انا قلت الانعكاس في محور س ثبتت س وغيرت ص، الانعكاس في محور ص ثبتت الص وغيرت الس. طيب النوع الثالث الانعكاس في نقطه الاصل، يعني لو انا عندي ا س وص، بالانعكاس في نقطه الاصل بعمل ايه؟ بغير اشاره الاثنين، اسيبهم زي ما هم واغير اشاره الاثنين، يعني تبقى سالب س وسالب ص. طب تعالوا ناخد مثال ونفهم منه. بيقول لي صوره النقطه 3 و4 عايزينها في الثلاث حالات. أول حاجة عايزينها في محور السينات، برافو عليكم، إحنا قلنا في السينات هثبت س وأغير ص، يعني التلاتة تفضل زي ما هي والأربعة تبقى سالب أربعة، تمام، يعني يا مستر هتبقى تلاتة وسالب أربعة. طيب أنا عايزها في محور الصادات، بالإنعكاس في محور الصادات، قلنا يا مستر الصادات أغير الصاد وأثبت السين، يعني هتبقى أثبت الصاد سوري وأغير السين، يعني هتبقى سالب تلاتة وأربعة. طيب عايزها بالانعكاس في نقطة الأصل، فنقطة الأصل هغير الاثنين، تمام، فهتبقى سالب 3 وسالب 4، خلاص. طيب دي لو تيجي في نقطة أكمل أو اختر. طب لو جت في صورة مسألة يا مستر تيجي إزاي؟ تعالوا نشوف. بيقول لي مثال، مثلا باستخدام الشبكة التربيعية ارسم المثلث أ ب ج الذي فيه أ 2 و 1 و ب 5 و 1 وجيم واحد وخمسة، ثم أوجد صورته بالانعكاس في رقم واحد محور السينات، رقم اتنين محور الصادات، رقم تلاتة نقطة الأصل. طيب هو المثال ده ما يجيش كله في الامتحان، هيجي ألف وبه وجيم زي كده بس يجي في محور السينات بس، أو في محور الصادات بس، أو في نقطة الأصل بس، لكن ما يجوش تلاتة مع بعض. بس أنا حطيت التلاتة مع بعض عشان بيه أبقى شرحت لك الدرس كله في مثال واحد. طيب تعالوا هنبدأ برقم واحد، هو بيقول لي ارسم المثلث، يبقى انا هرسم الشبكة التربيعية بتاعتي، وبعد كده هعمل ايه؟
هجيب الانعكاس في محور السينات. احنا اتفقنا ان انعكاس في محور السينات بنعمل ايه؟ برافو، بثبت س واغير ص، يعني النقطة 2 و1 اللي هي ألف هتبقى ألف شرطة، وبدل ما 2 و1 هتبقى 2 وسالب 1. طيب النقطة ب هتبقى ب شرطة، الانعكاس في محور السينات هتبقى ب شرطة، بدل ما 5 و1 هتبقى 5 وسالب 1. طيب النقطة 1 و5 الانعكاس في محور السينات هتبقى 1 وسالب 5، واجي امثل النقط الجديدة على محور على الشبكة التربيعية. طبعا لو تلاحظوا معايا في الرسمة اللي انا طلعتها دلوقتي، ادي النقطة ا اللي هي 2 و1، وادي النقطة ب اللي هي 5 و1، وادي النقطة ج اللي هي 1 و5. ده المثلث الاصلي اللي هو ا وب وج. اما ا شرطة وب شرطة وج شرطة، ده صورته بالانعكاس. طيب اللي هما الجداد اللي هما ا شرطة وب شرطة وج شرطة. طب 2 وسالب 1 يعني 2 على السينات، ادي 2 على محور السينات، وسالب 1 على محور الصادات، يبقى النقطة هنا تكون ا شرطة. طيب 5 وسالب 1، 5 على السينات اهي، وسالب 1 على الصادات. طيب نروح للانعكاس في محور الصادات. احنا قلنا في محور الصادات هنعمل ايه؟ هنثبت س ونغير ص. طيب تعالوا نشوف، الالف كانت 2 و1، لو انا هجيبها بالانعكاس في محور الصادات، برافو، هنثبت الس ونغير الص هتبقى سالب 2 و1. طب الب بالانعكاس في محور الصادات برضو هتبقى نثبت الص ونغير الس تبقى سالب 5 و1. رقم ج بالانعكاس 1 و5 بالانعكاس في محور الصادات هتبقى ج شرطة اللي هي سالب 1 و5، واجي ارسمها على الشبكة التربيعية. طبعا المثلث الأصلي أهو 2 و1 اللي هي أ، وب 5 و1، وج 1 و5. طيب صورته بالانعكاس في محور الصادات، بصوا كده هتلاقي اللي بينهم يفصل بينهم الصادات، يبقى بالانعكاس في محور الصادات يفصل بينهم الصادات، بالانعكاس في محور السينات يفصل بينهم السينات، وهكذا. طيب أ شرطة اللي هي سالب 2 و1، سالب 2 على السينات و1 على الصادات. طيب ب شرطة اللي هي سالب 5 على السينات و1 على الصادات. ج شرطة اللي هي سالب 1 على السينات و5 على الصادات. طب تعالوا نروح للسؤال الجزء الثالث اللي هو بالانعكاس في نقطة الأصل. احنا قلنا بالانعكاس في نقطة الأصل هنغير الإشارتين. طيب يعني 2 و1 هتبقى سالب 2 وسالب 1. طب ب 5 و1 هتبقى ب شرطة سالب 5 وسالب 1، بغير الاثنين. طيب ج واحد وخمسة هتبقى سالب واحد وسالب خمسة. ولو جينا رسمناها اهو، ادي الالف الاصلية، يبقى الف ب ج ده المثلث الاصلي، والالف شرطة ب شرطة ج شرطة، ده المثلث او صورة المثلث بالانعكاس في نقطة الاصل. طيب الف شرطة اللي هي سالب اتنين وواحد، يبقى سالب اتنين على السينات وسالب واحد على الصادات. ب شرطة اللي هي سالب خمسة على السينات وسالب واحد على الصادات. ج شرطة اللي هي سالب واحد على السينات وسالب خمسة على الصادات. وبكده يبقى مثلناها على الشبكة التربيعية. طيب ناخد مثال تاني. قبل ما ناخد مثال تاني هناخد خواص الانعكاس في مستقيم. ايه خواص الانعكاس بتاعتي؟ قال لي الانعكاس يحافظ على اطوال القطع المستقيمه، زي ما لاحظنا في المساله المثلث طلع نفس الاطوال، ما طلعش المثلث اصغر شويه ولا اكبر شويه. يبقى الانعكاس يحافظ على اطوال القطع المستقيمه، يبقى لو قطعه طولها 3 يطلع 3، 4 يطلع 4. الانعكاس يحافظ على التوازي، يعني انا لو عندي مربع مثلا وفي ضلعين متوازيين او اضلاع متوازيه، هيبقى برضه هيطلع مربع اضلاع متوازيه، يبقى يحافظ على التوازي. الانعكاس يحافظ على القياسات بين الزوايا، يعني مثلا انت لو عملت انعكاس لمثلث الزاويه بتاعته 60 درجه، يبقى لازم تطلع صورته زاويه المثلث 60 درجه. الانعكاس يحافظ على البينيه، اللي هي المسافات البينيه بين النقط. يبقى الانعكاس خواصه اربع خواص: يحافظ على طول القطعه المستقيمه، يحافظ على التوازي، يحافظ على قياسات الزوايا، يحافظ على المسافات البينية. طيب الانعكاس في مستقيم لا يحافظ على الترتيب الدوراني لرؤوس الشكل. دي اللي ما بيحافظش عليه، يعني مثلا لما يتغير ترتيب الرؤوس هيحصل له ترتيب دوراني مختلف. تمام. طيب ايه محور التماثل؟ لو انا عندي شكل أسملي أو خط مستقيم أسملي الشكل إلى نصفين متساويين، يبقى الخط المستقيم ده يسمى محور تماثل. يبقى إذا كان الانعكاس في مستقيم يحول الشكل نفسه، يعني بقى نفس الشكل، فإن المستقيم يسمى محور تماثل. طيب محور تماثل أي شكل يقسمه إلى شكلين متطابقين. وتعالوا نفتكر مع بعض محاور التماثل، علشان ده سؤال مهم بيجي تراكمي في الامتحان، ويجي يسألني يقول لي مثلا عدد محاور تماثل المثلث المختلف الأضلاع، أقول له صفر. عدد محاور تماثل المثلث
المتساوي الساقين واحد عن محاولة تماثل المربع، تمام؟ وهكذا. طب تعالوا انا عملت لكم جدول في كل المحاور التماثل. اول حاجه المحاور التماثل اللي بصفر، يعني الاشكال اللي ليها صفر محاور تماثل، يعني ملهاش ولا محور تماثل، مين هم؟ مثلث المختلف الاضلاع ومتوازي الاضلاع وشبه المنحرف غير متساوي الساقين. طب مين الاشكال اللي ليهم محور تماثل واحد؟ المثلث المتساوي الساقين وشبه المنحرف المتساوي الساقين، اي حاجه فيها الساقين. طيب مين اللي ليهم اتنين؟ المعين والمستطيل. مين اللي ليهم ثلاثة؟ المثلث المتساوي الأضلاع. مين اللي ليه أربعة؟ المربع. أما الدائرة فإليها عدد لا نهائي من المحاور. طب أي جزء من الدائرة، يعني مثلا نص دائرة ربع دائرة، ليه واحد. صورة قطعة مستقيمة بالانعكاس هي قطعة مستقيمة موازية لها ومساوية لها في الطول. ما احنا قلنا إن الانعكاس بيحافظ على المسافات والأطوال، تمام؟ طب صورة النقطة صفر وصفر بانعكاس في نقطة الأصل، قلنا الصفر ما تتغيرش، بدل ما ينفعش أقول سالب صفر وسالب صفر، يبقى لو أنا عندي نقطة فيها صفر هيبقى هي نفسها صفر. وبكده يبقى خلصنا درس الانعكاس، وإن شاء الله نتقابل في درس جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yeah, you could be the greatest, you can be the best. You can be the King Kong banging on your chest. You could be the world, you could be the war. You could talk to God, go banging on his door. You can throw your hands up, you can be the clock. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself. Steady.